نتعرف على الأحوال الجوية. تستعرضها لنا دينا شرف في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة. إليك دينا. شكرا لك محمد. شكرا لك إيمان. والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة: العظمى 29، أصغر 21، إسكندرية 27، 21، مطروح 24، 20، بورسعيد 27، 22، الإسماعيلية 29، 21، السويس 30، 22، العريش 28، 22، طابة 29، 23، شرم الشيخ 34، 25، الغردقة 33، 25، الأقصر 37، 23، أسوان 38، 24، الوادي الجديد 33، 23، شلاتين 28، 24، وأخيرا حلايب 32، 26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.